بيشكر اسرته تحديدا بقى زوجته والناس اللي بتصدر بقى، يقول لك المشكلات في البيت ومش مقدرين. لا عندنا اهو في تقدير وفي حاله جميله جدا بعيشها. خليني في البدايه كده ارحب بالطرف الثاني اللي كان له دور كبير جدا في حياه نجمنا النهارده، اكيد دكتوره منى كساب. اهلا وحضرتك يا فندم معانا وسعداء بوجودك معانا. يومنا كساب. حضرتك ازي حضرتك؟ ازيك يا يمنى هانم، اخبارك ايه؟ لا حضرتك دكتوره يمنى، يمكن معاه كابتن علي وبيتكلم، تعالي انت كنت سامعه الكلام، حبيت ان هو بس انت تسمعيه من غير ما يكون عارف انت معانا على الهواء عشان تعرفي قد ايه هو مقدر الدور اللي بتأديه له. تحب ايه تقولي ايه عن الكابتن علي؟ مش عارفه اقول ايه الصراحه، بس انا وحضرتك طيبين. حضرتك طيبه يا فندم. يعني الحمد لله بس طيبين، ده الكلام اللي هو قاله. هو الصراحه شخص حلو جدا، بالنسبه لي هو جوزي يعني، بس هو من الناس اللي بتقدر دايما يعني الحاجات اللي الناس اللي جنبه بتعملها له. وهو واحد يعني كان مصدق في حلمه وبتاع، فبيخلي دايما اللي حواليه يصدقوا فيه. يعني انا الصراحه ماليش في الجمباز خالص، عمري ما عملتها، بس يعني من كتر ما هو حابب الجمباز كده خلاني احبها، ويعني ابقى دايما مبسوطه بكل النجاحات اللي هو بيحققها يعني. حته ان انت تؤمن بحلم حد، ده في حد ذاته يعني اكيد طبعا ان هو في حاله من الثقه في الزوج، فيعني بس حلم في الجمباز في لعبه ممكن ما تكونش مشهوره قوي، لا يعني يحسب ليك اللي انتوا بتشاركيه الحلم ده وبتبقي دعمه بشكل كبير قوي. حته السفر الكتير برضو ازاي بتبقى بتتعاملي انت وهو دايما في معسكرات ودايما بطولات ودايما مش متواجد بشكل كبير قوي، ده يمكن بيقول لي حتى من قبل ما يبقى فيه الارتباط الكامل وانتوا في مرحله الخطوبه كمان بيبقى صعب قوي عدم تواجده اكيد يعني. يعني ساعات في حاجات كتير اللي بحتاجها معايا وكده، بس يعني الدنيا بتعدي يعني انا برضه بشتغل وكده، فيعني الموضوع يعني الحمد لله يعني انا على طول برضه عندي شغل وعندي حاجات، فيعني دكتوره لو في امكانيه بس نتحرك بالتليفون شويه عشان الصوت شويه يعني حضرتك مش سامعني كده؟ يعني اوكي. طب لما بيجي بقى بيأدي دوره ولا لا انا جاي تعبان بقى من البطوله والمعسكرات ومش قايل؟ لا والله بيأدي دوره، لا بيحاول على قد ما يقدر ان هو يبقى دايما متواجد، ويعني بيحاول ان هو دايما يظبط وقته ومواعيده وكده، ان هو لو في اي حاجه مهمه يبقى موجود معانا فيها وما يسيبناش يعني الصراحه. بيدرب جميلة في البيت ولا مديها حريتها هي تكسر وتعمل اللي عايزاه؟ لا ده احنا بندربها وشغاله، ده هي دلوقتي كمان انا معرفها كام حاجه كده تشغلها عليها وتجهزها، ولا بس انا مش موجود تعمل 5 مرات مثلا الحركه دي، بتبتدي مش عارف تشتغل معاها، ولو اتكسر يعني نلم من وراها ماشي الدنيا شويه. مفيش مشكله يعني. البابا فما عندناش مشكله يعني، ما انت شايف يا بابا ظلم يعني. ايه تاني ممكن تقدري توصفي لنا عن الشخص الرياضي؟ يعني كنت كزوجه دلوقتي اكيد في المجتمع وبتشاهدي كثير من الحالات اللي ممكن يكون رب الاسره فيها مش رياضي فبيختلف قراراته وبيبقى فيه بعض المشكلات. شخص رياضي ايه اهم السمات اللي بيتسم بيها في حياته الزوجيه؟ بص يعني هو ممكن الصبر مثلا، يعني تخيل ان الرياضه بتعلم الصبر، يعني ان هو يبقى فيه صبر في نتيجه في الضغوطات، بيحاول يعني يبقى فيه يسمع يفكر برضه، متهيألي ده كمان ناتج يعني ان هو بيسافر كتير وبيتعامل كتير بره وكده، فمتهيألي ده كمان بيأثر في شخصيتهم اكتر من الناس اللي يعني مش واخدين الاكسبيرينس دي، فيعني الحاجات دي بتفرق من يعني متهيألي في الرياضيين اكتر او اللي يسافروا كتير او كده اكتر من الناس العاديه يعني. ده بالتأكيد طبعا. بيعرف يطبخ طيب يعني اكلات معينه ولا مالوش في الموضوع ده؟ يعني غير السوسج والمكرونه لا يعني يعني اللي هو ايه الحاجات اللي هي بتاع العزاب الطبيعي اللي بيحل موقف بس اللي هو لوحده يعني بيزك البسيط الصراحه. مفيش حاجه كده في رمضان معينه بيطلبها منك ويقول لك انا عايز دي بقى في رمضان؟ في رمضان ورق العنب تقريبا والحمام. ده بالنسبه لورق عنب والحلويات الشرقيه. طب بس عايزين نحافظ على وزن، هو لسه بيقول لي ثقافه ان هو يعني ما بيدوس قوي في الفطار قوي برضه يعني. لا بنظبط ما تقلقش. دكتور علي، كابتن علي اكيد بقى تحب تقول حاجه للدكتوره يمنى. طبعا انا بقول لها اكيد كل سنه وهي طيبه وبشكرها جدا طبعا معايا وفي الفتره اللي فاتت دي كلها ومجهودها وتعبها ومقدره كله طبعا، وقبل جميله وبعد جميله طبعا، وهي احلى حاجه لينا، وان شاء الله تكون يعني سنه سعيده علينا وربنا يكرمنا دايما كده، ونفضل باذن الله في تحقيق انجازات دايما على طول ومع بعض.
شاء الله. وافضل تعبها شويه ونظام التغذيه بتاعي ونظام يعني نستمر شويه في الحاجات دي. انا عارف ان الحاجات دي متعبه بس دايما مع بعض كده ان شاء الله. بالتاكيد بيبقى يعني روح طيبه وشيء لطيف وملموس لما يبقى في التفاهم ده. ربنا يحفظكم بالتاكيد ويخلي حياتكم كلها سعيده ان شاء الله. ونشوف جميله كمان بطله معاكي حلم زي ما هو مؤمن كده بحلمه. انا نفسي اشوف علي ظهران في زي ما سجل كده حركه في اسمه في الاتحاد الدولي وفي قانون اللعبه يروح لابعد من كده ويروح للاولمبياد. بتشاركيه الحلم ده وبتحفزيه على ان هو يحقق الحلم ده؟ اكيد طبعا، احنا عايزين مستنيين الحلم ده يتحقق باذن الله يا رب. ان شاء الله. لو جت جميله قالت لك انا عايز العب جمباز هتوافقي ولا هتقولي لها كفايه مشوار بابا وتشوفي انت حاجه ثانيه؟ يعني هو الصراحه مشوار صعب بس لو هي حابه كده اكيد هنفرحها يعني ان هي تعمل كده طبعا. ان شاء الله. دكتوره يمنى شكرا جزيلا ليكي وكل سنه وانت طيبه واسرتك كلها بخير. وبنشكرك على دورك ودعمك لنجمنا اللي اكيد اللي مشرفنا كابتن علي ظهران. شكرا جزيلا ليكي.